الرئيس الجزائري شدد على أهمية الاجتماع المرتقب بليبيا في إطار اللقاء التشاوري الثلاثي الذي يجمع كل من الجزائر، تونس وليبيا. أتمنى إن شاء الله كل هناء والرخاء والرقي لأشقائنا في ليبيا، ونتمنى إن شاء الله زيارات أخرى، وإحنا على وشك ربما باش نتلاقاو في ليبيا في إطار تشاور ثلاثي القريب إن شاء الله. نستنى فخامة الرئيس يحدد لنا الموعد إن شاء الله.